بعيد انه صارت هرج في المجالس الا ان في شيء خطير بهاللعبه ودي اتكلم انا وياكم. نبي فتوى، وينكم والله وينكم المشايخ وينكم يا المفتين؟ اليوم يومكم، اذا انتم ما ترون انكم تطلعون بتصوير سجل مقطع صوتي وقل النصيحه. انا ما اعلم، ما قال لا اعلم فقد افتى، لان اللعبه ذي والله اعلم انها تعدت مرحله الشكوك. تروح ب100 ريال تشري مليون، ب50 ريال تشري 500 الف، معقوله؟ والله انهم رجال وعليهم الشرهه انهم رايحين المحلات ويدفعون فلوس علشان يشترون للعبه. يا جماعه الله، خلينا الصغارين وش خلينا للجيل القادم؟ يعني لا تستغرب اذا انت رحت شريت 100 ريال، الجيل القادم بكوفي تلقاه فاله، هذا حطن 500 وذا 500 يلعبون. البدايه قلت لكم انا ما ادري عن حكمه، ومن قال لا اعلم فقد افتى. حنا نبي فتوى عن هالشيء اللي نشوفه قدام عيوننا، ناس تدفع فلوس. اذا كان هذا الشيء اللي شفناه محرم، يا ليت المشايخ والمفتين يتكلمون، عشان حنا بعد الله نبلغ اهلنا وقربنا وزملائنا واللي حولنا وننهيه باذن الله. وناهيكم عن المحادثات والسواليف وعلوم الدقاق باللعبه. انتبهوا لعيالكم، بس الله يحمانا ويحماكم. وفي الختام صلى الله وسلم على سيدنا محمد.